إخوتنا أهل الكتاب من اليهود الموادعين والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم ليسوا بكفار. هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار؟ ما في شك، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو كافر، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم. نعم.